بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لسه موضوعنا المسيحي والتحديات. تاني مبدأ في التربية هو الحوار مش الوعظ. الوعظ تأثيره ضعيف لكن الحوار تأثيره أعلى. يعني لما تتناقش مع أولادك يقولوا رأيهم وتطلع منهم الكلام وتسمعهم وتحاورهم تقدر تقنعهم، تقدر تطلع الأفكار الغلط وتحط أفكار صح. لكن لو أنت بتقول أوامر ونواهي instructions كده، ده مش هيفيد العيال. يا بخت الطفل اللي باباه ومامته أصحابه ويحكوا معاه كتير، دي أفضل نوع من التربية. مرة بتكلم مع أب كده شايف ولاده باسم الصليب حلوين قوي، شخصيات ومتدينين وعقلين قلت له انت ربيتهم ازاي؟ قال لي ربيتهم في العربية. قلت له يعني ايه ربيتهم في العربية؟ قال لي كنت اروح المدرسة اوصل واجيب، فكل يوم معانا نص ساعة رايح ونص ساعة جاي. طول ما هم كانوا صغيرين النص ساعة دي نفضل نحكي، يقولوا حصل ايه وانا حكي معاهم ونقعد نضحك معاهم في العربية. الساعة دي بتاعت كل يوم وانا بوصل وبجيب كنت مركز انه عاوزهم يتكلموا وانا اكلمهم، ولما يقولوا لي صاحبي عمل كذا اقول له طب صح ولا مش صح ويقول رايه. فالعيال بالحوار ده طلعوا شخصيات حلوه قوي وطلعوا بتوع ربنا قوي، لان ابوهم عائل عنده قدوه جيده ومحاور جيد. تاخدوا بالكم المسيح نفسه كان بيربي تلاميذه بالحوار. مثلا يقول لهم ماذا يقول الناس عني انا ابن الانسان؟ طب ما انت عارف يا رب. لكن هو بيسأل السؤال عشان يتكلموا. فيما كنتم تتكلمون في الطريق، بيسأل السؤال عشان يطلعوا كلام ويقدر يقول لهم لا دي صح ودي غلط، الحاجات دي بتاعت الدنيا، الحاجات دي مش تبعنا، فيعمل بقى الفلتريشن ده ويظبط دماغه. يبقى أول مبدأ في التربية الايه؟ القدوة. ربي نفسك، خليك انت صح عشان ولادك يمشوا صح. تاني مبدأ في التربية الحوار، خليك صديق أولادك، اسمعهم كويس وحكي معهم. ثالث مبدأ في التربية الدسبلين أو التأديب. والتأديب مش معناه زعيق وضرب، لا، التأديب معناه اتفاق على قواعد، ولو اتكسرت القواعد بيبقى فيه penalty أو punishment أو ما يزرعه الإنسان إياه إيه يحصد. فالتأديب يبدأ بالاتفاق. مثلا لو ما وضبتش الأوضة بتاعتك هيحصل كذا، متفقين، وضب خلاص، ما وضبش يبقى هياخد العقاب بتاعه. يبقى هنا الاتفاق هو أساس التأديب، واتفاق يكون عاقل، ما هواش مبالغ فيه ولا عالي عليهم ولا صعب، يكون واقعي، يكون طبيعي. يبقى تاني افتكروا في تربية الجيل نفسه نحتاج ثلاث كلمات: القدوة المسيحية، اثنين الحوار، ثلاثة التأديب. هنا بتقول لي مثلا أنا خادمة عاوز أعلم البنات احترام الكنيسة، نمشي على القواعد. يبقى أنت كخادمة بناتك في الفصل هيشوفوكي واقفة بتصلي ومغمضة عينك وبتقولي اللحن وبتحب الكنيسة. المنظر ده أول درس مهم من غير كلام. تاني حاجة في الفصل بتاع مدرسة الأحد حكي مع البنات، مش ده بيت ربنا وبيت الملائكة؟ طيب بما أنه بيت ربنا وبيت ملائكة، الملائكة بنقول واقفين شكلهم إيه وبيصلوا إزاي؟ طيب يبقى إحنا مفروض نصلي إزاي؟ طب إيه الحاجات الوحشة اللي ممكن الواحد يعملها وهو جوه الكنيسة؟ أخلي العيال تتكلم، الحوار ده يقنعهم أنه ببيتك طليق القداسة يا رب. فيبقى الآية اتشرحت بطريقة حوار مش بطريقة وعظ. تالت حاجة بقى، لو لقينا بنت شقية قوي ومشاغبة قوي نبتدي نشد بقى شوي، التأديب بقى. لا ده لو تكرر ما يصحش، وهيبقى فيه نوع من الشدة أو التوبيخ على الأقل. بالطريقة دي نخلي كل الجيل يطلع بيحب الكنيسة وبيعمل حسابها كمان
من غير لخبطة. سؤال: في آراء الملحدين بيقولوا العالم خلق بنظرية البيج بانج، وإنه ما فيش حاجة اسمها ربنا. بصوا يا جماعة، خلي بالكم، العلم في ذاته ساعات يبقى بريء، لكن الناس تاخد حاجة من العلم وتفسرها بمزاجها. بمعنى إيه؟ أولاً البيج بانج ده نظرية، نظرية يعني ما حدش حضر الانفجار الكوني اللي حصل من ملايين السنين. هنفترض إنه حقيقي، بيج بانج دي نظرية اسمها الانفجار الكوني، اللي هي إيه؟ الدنيا دي كلها بما فيها من نجوم وكواكب ابتدت بذرة صغيرة حصلت فيها انفجارات شديدة قوي، طلعت عالم من الأجرام السماوية والحاجات. أولاً أغلب العلماء اللي قالوا وموافقين على البيج بانج ما قالوش ده معناه إن ما فيش ربنا، لا، بالعكس أغلبهم قالوا البيج بانج بيحتاج بيج بانجر. يعني إيه؟ يعني الانفجار ده لازم يكون حد عمله وبشكل دقيق جداً عشان يطلع الكون المنظم ده. فاهمين يعني ايه؟ تعرفين مثلا لما كانوا بيعملوا السد العالي في مصر كانوا بيحطوا ديناميت او بيفجروا اجزاء من الجبل عشان يعملوا السد. انتوا عارفين عشان يحطوا الانابل في حتة ويفجروا حتة من الجبل يفضلوا المهندسين شهور ويمكن سنة يحسبوا بالظبط فين الحتة اللي تنفجر عشان تظبط بالظبط الحتة اللي عاوزين يعملوا فيها السد. فيبقى في ديزاينر، في شخص عاقل بيخطط للانفجار عشان تطلع انفجار مفيد. واضحة الفكرة؟ فالبيج بانج على قولة ان هو انفجار، ايوه، بس الانفجار ده حتى لو قبلنا الفكرة ده مش معناها انه عشوائي، لانه لو عشوائي ما يطلعش حاجة منظمة. في قانون علمي بيقول العشوائية لا يمكن تعمل نظام، لكن ممكن النظام إذا ترك يتحول لعشوائي. ده قانون علمي، علميا العلماء مؤمنين بالحتة دي، ده قانون بقى مش نظرية، إن ما ينفعش حاجة عشوائية يطلع منها نظام، مفيش حاجة اسمها كده. لكن لو نظام وتساب فترة طويلة ممكن يقلب عشوائي. كلام منطقي يعني. أفهمكم بطريقة تانية، لو جه واحد قال لي البني آدم ده محدش عمله، ده هو عبارة عن شوية بروتينات على شوية كيمياء وخبطوا في بعض وفي الآخر طلعوا بني آدم، هو بيقول كده؟ طيب الحقيقة الكلام ده علميا غلط. ليه؟ لأن لما تقول لي زي كأنك بتقول لي إيه، شوية زلط على شوية رملة على شوية حديد وجا شوية ريح خبطوا في بعض طلعوا الكنيسة، حد فيكم موافق على الكلمة دي؟ هل ينفع إن شوية رملة وحديد وحجارة في أي مكان شوية ريح يخبطوا فيهم يطلعوا مبنى؟ طبعا لا. أو بطريقة تانية يقولوها اللي بيردوا على الإلحاد، لو جبت عربية مثلا فولكس وسبتها في الجراج 50 سنة أو 100 سنة هتلاقيها طيارة ولا هتلاقيها عربية كحيانة يعني مصدية؟ مش كده؟ يبقى طبيعي لما تسيبها للوقت تتدهور مش تتطور. فاهمين الفكرة؟ عشان بيقولك مع الوقت الحكاية بتتطور. خلاص نسيب العربية يمكن تطلع صاروخ. ما هو بالظبط كده، اديني عقلك بقى، نسيبها 200 سنة 1000 سنة تقوم العربية تكبر وتبقى حاجة حلوة. مفيش حاجة اسمها كده، العربية لو سبتها للوقت هتبقى شوية خردة. واضحة؟ هي نفس الفكرة. حتى اللي بيقولوا انه الحكاية مع الوقت بتتقدم لقدام، اغلب العلماء بيقولوا الكلام ده مش دقيق، لأنه الطبيعي أن لازم يكون في حد بيخلق، في حد بيصمم، في حد بيسوق الحاجة، وإلا ما تطلعش حاجة منظمة. تعرفين الكون ده منظم بشكل معقد جدا،
يعني مثلا الأكسجين نسبة وجوده في الجو دقيقة جدا، لو زادت شوية العالم كله يتحرق، لو قلت شوية الناس كلها ما تتنفس، ما يبقاش في حياة في الدنيا. فالنسبة اللي موجودة في العالم دقيقة بشكل غريب، الجرافيتي نفس الكلام اللي هي الجاذبية. فاللي يدرس نفس الفيزياء بتاعت العالم يتأكد ان في واحد مهندس شاطر جدا عملها بدقة فظيعة. عاوز تقول لي الدقة دي كلها طلعت لوحدها؟ ده كلام ما يدخلش دماغ حد خالص. يبقى العاقل لازم يقول في ربنا. عشان كده الإنجيل قال إيه؟ قال الجاهل في قلبه ليس إله. العاقل لازم يقول في ديزاينر، لازم يقول في كرييتور، لازم يقول في ربنا. إنما اللي بيلغي عقله خالص هو بقى اللي بيمشي ورا فكرة الدنيا طلعت لوحدها. طب تنفع أنا أقول لك البتاع ده اتعمل لوحده؟ تصدقني لما أقول لك البتاع ده ما حدش عمله؟ ده شوية بلاستيك على شوية كده إيه مواد كيميائية وعملوا نفسهم لابتوبس. لو أنا قلت كده لأي حد يقول لي أنت عبيط، أنت مجنون. طب إيه رأيكم إن اللابتوب ده الخلية اللي في جسمك اللي أنت مش شايفها معقدة وعبقرية أكتر من اللابتوب؟ الخلية الواحدة اللي أنت ما تشوفهاش بعينك وفي جسمك، يعني مش هنروح بعيد. الخلية دي لما بيدرسوها بالميكروسكوب دلوقتي عالم، عشان كده يسموه مايكرو كوزموس، عالم ضخم زي عالم السماء ده كله، فيها حاجات جوه تفاصيل مذهلة دلوقتي. فإذا كان البتاع ده لازم حد عمله، طب تبقى الخلية الذكية جدا اللي في جسمك دي محدش عملها؟ طب ده بالأولى بقى تقول لي الموبايل طلع لوحده واللابتوب طلع لوحده. طب إذا كان الكلام ده أنت مش مقتنع بيه، يبقى أكيد اللي عمل الخلية لازم في حد عملها، وعملها بقصد، ما اتعملتش عشوائي. بصوا، الناس مش عاوزة ربنا، فبتدور على حاجة تتلكك بيها عشان تقول ربنا مش موجود. فاهمين الفكرة؟ هي الناس من الأول داخلة بنية بلاش ربنا، خلينا إيه نغلط براحتنا. فبما أن هم مش عاوزين ربنا، لازم يدوروا على حجج بقدر الإمكان تلغي ربنا، ويلبسوها العلم بقى. يقول لك العلم، العلم ما البريء على فكرة، العلم الحقيقي ما بيقولش كده. على فكرة العلم أساسا ما بيناقش وجود الله، لأن وجود الله قضية غير علمية، يعني موضوع أساسا مش علم. أحكي لكم حاجة عشان تفهموا أنا أقصد إيه. مرة وقف أستاذ ملحد في الجامعة قدام طالب مسيحي، وإيه حب الملحد يضحك على المسيحي ويضحك الإيه الكلية كلها عليه. فقال له مش أنت بتقول فيه ربنا؟ أنا دخلك المعمل وطلع لي ربنا، أطلب أي أدوات وأطلب أي إمكانيات وفرجني ربنا تحت الميكروسكوب، ورهوني بالمعمل. مش احنا في كلية نؤمن بالمعمل بالobservation؟ طب قل لي أقيس ربنا ده ازاي؟ ألاقيه انت بتقول ان انا مسيحي وربنا ساكن فيا، اطلعه منك ازاي ربنا ده؟ اصوره ازاي؟ بأنهي سونار؟ ده بيتري عليه. اطلع انهي تحليل دم يقول لك فيه ربنا؟ وطبعا الناس كلها ابتدت تضحك، سخرية من الشاب المسيحي. الشاب المسيحي جاوب إجابة لطيفة جدا، قال له يا دكتور أنت عندك أولاد؟ قال له آه، وعندي أحفاد كمان. قال له بتحب أولادك؟ قال له جدا. قال له متأكد أنك بتحبهم؟ قال له طبعا متأكد. قال له ممكن تقولي على تحليل أعمله في الدم يثبت لي أنك بتحبهم؟ فتكبس. فهمتوا المعنى؟ ليه؟ هو ما يقدرش ينكر أنه بيحبهم، بس هو الحب هتقيسه ازاي؟ بالسونار ولا بالبلاد اناليسز؟ ما يطلعش. طب الراجل متأكد انه بيحب عياله، قال له الانجيل بيقول الله محبة. اذا كنت المحبة ما تقدرش تقيسها في المعمل، عاوز تقيس ربنا كله في المعمل؟ بينما انت متأكد ان في حب، لانك انت بتقول انا بحب. وضح الفكرة اللي انا عاوز اوصلها؟ في قضايا زي كده كتير، ساعات هم يتريقوا
ويزنقونا وبعدين تطلع الإجابة بسيطة قوي. أحكيلكوا حكاية تانية حصلت في كندا. طفلة قالوا لها في المدرسة إن مفيش ربنا، والمدارس بتقول مفيش ربنا. مهم يعني كانت في الحضانة ظن، وبعدين الميس بتاعتهم خدتهم الجنينة وقالت لهم شايفين الشجرة يا ولاد؟ شايفينها؟ أيوة، يبقى في شجرة، يبقى الشجرة موجودة. شايفين العصفورة؟ شايفينها؟ تبقى العصفورة موجودة. شايفين السحاب؟ يبقى في حاجة اسمها سحاب موجود. شايفين ربنا؟ مش شايفينه، يبقى ما فيش حاجة اسمها ربنا. قامت البنت الصغيرة دي فطت كده وقالت لهم شايفين مخ الميس يا ولاد؟ فقالوا لا مش شايفين مخ الميس، يبقى الميس ما عندهاش مخ. فاهمين الفكرة؟ الطفلة نفسها جاوبت إجابة مش وحش. طب ما هو أنت شايف اللي جوه دماغك، تقدر تقول ما عندكش مخ منك مش شايفه، تقدر تقول ما عندكش معدك منك مش شايفها، تقدر تقول ما فيش هواء منك مش شايف الهواء، أمال بتتنفس إزاي؟ تقدر تقول ما فيش إلكترونيات، أمال الموبايل بيشتغل إزاي؟ طب أنت مش شايف الإلكترونيات. إذن لما حد يقول لك ما أنا مش شايف، قول له في حاجات كتير قوي مش شايفينها ومتأكدين إنها موجودة. أحكي لكم حكاية كمان. مرة واحد مسيحي مع واحد ملحد قاعدين بيأكلوا، والمسيحي يحاول يقنعه والملحد يتريق عليه يقول له أنت راجل سلمت دماغك لوهم بتقول في ربنا عشان نفسيا ترتاح، وأنت اتعلقت بحاجة وهمية مفيش ربنا، وعمال تقول لي سلم حياتك لربنا، سلم حياتي الفكرة لوهم. أنا ما كنتش أثق في اللي هتعامل معاه وأشوفه بعينيا، ما أقدرش أديله ثقتي، أديله ثقتي وأنا ما شفتوش. المسيح احتار معاه. مهم راح يوصله للقطر، وهو بيركب القطر جات في دماغه فكرة، قال له استنى أنت هتركب القطر ده؟ قال له آه. قال له هو أنت تعرف السواق؟ قال له لا. شفته؟ قال له لا. طب هتركب مع واحد ما شفتوش وما تعرفوش؟ افرض القطر اتقلب. فهمت وعاوز يقول له ايه؟ انت في حياتك بتتعامل بحاجات انت ما شفتهاش. هو انا لما بركب طيارة انا اطمنت على الطيار كويس وصحته كويسة لحسن يوقع الطيارة؟ انا بركب الطيارة وخلاص، مش كده؟ اذا انت بتعمل حاجات كتيرة من غير ما تشوف الشخص، وعادي ما عندكش ازمة في دي. برضو مرة واحد مسيحي مع واحد ملحد راحوا متحف، وفي المتحف بقى ايه بيتفرجوا على لوح جميلة جدا، متحف مشهور. فالملحد رمى كلمة كده فالمسيحي يمسكها، قال اللي رسم الرسمة دي، بصوا اللي رسم الرسمة دي واضح انه بيحب قوي الطبيعة. الرسمة كان فيها زي ايه عصافير وبحر وكده. فقام المسيحي قال له عرفت منين؟ قال له ما هي باينة الألوان دي والشكل الجميل ده يؤكد ان اللي رسم الرسمة عنده إحساس عالي بالطبيعة. قال له وانت تعرفه؟ قال له لا. شفته؟ قال له لا. انت متأكد ان في واحد رسمها؟ قال له طبعا. قال له يعني الرسمة دي متأكد ان في حد رسمها وكمان عرفت صفاته من رسمته؟ طب الدنيا الجميلة دي كلها اللي الرسمة بتحاول تقلدها يبقى محدش عملها ومش عارفين صفاته؟ يبقى لما الإنجيل بيقول لنا اللي خلق الدنيا جميل ويحب الجمال ومحب للبشر، انت مستغرب ليه؟ طب ما انت بصيت للوحة وقلت واو وقعدت مبسوط قوي وقعدت تتكلم عن اللي رسمها وانت ما شفتوش. يبقى اللي رسم الدنيا كلها جميل ويستاهل نتكلم عليه. الملحد يا أحبائي هو شخص غير محمول على عقلانية، يعني اللوجيك والساينس في صف الإيمان أكتر، بس هم هنا يحبوا يقولوا غير كده عشان يضحكوا على الناس. لكن لو أنتوا بتفكروا بجد صح وتدرسوا علم صح هتلاقوا ما ينفعش غير يكون في ربنا، ما ينفعش. يبقى الواحد بيلغي دماغه خالص عشان يقول ما فيش ربنا، اللي هي الكلمة اللي قالها الكتاب
قال الجاهل في قلبه إيه؟ ليس إله. فسدوا ورجسوا بأفعاله، يعني عشان يمشوا غلط باعوا الفكرة، قالوا ما فيش ربنا، عشان يبقى كل واحد يعني يغلط براحته ومحدش يقول له بقى في الآخر في يعني نار وفي أبدية وفي كلام زي كده. الجماعة المتشككين أو الملحدين ما عندهمش إجابات مقنعة لأغلب الأسئلة، ما عندهمش، لكن المسيحية عندها إجابات مقنعة لكل الأسئلة. لكن طبعا في الآخر ده مش معناه أن ربنا هنطلعه في أنبوبة اختبار أو أنك لازم تشوفه بعينك. برضو كمبدأ، في واحد يقول لك طب خلي ربنا يجي دلوقتي أو يعمل معجزة دلوقتي وأنا صدقه. عارفين دي المسيح رد عليها إمتى؟ في المثل بتاع الغني ولعازر. الغني ولعازر الحكاية انتهت أن الغني في النار وبيقول له يا أبونا إبراهيم ابعت لي العازر يبل لساني، قال له مش هينفع بيننا وبينكم هو عظيم. فقام الغني اقترح اقتراح، بصوا الاقتراح، خلي العازر يقوم من الموت، يبقى معجزة اهي، يقوم من الموت عشان اخواتي اللي لسه عايشين يصدقوا ان في حياة ابدية ويصدقوا ان في ربنا. فقام ابونا ابراهيم قال له عندهم موسى والانبياء، يعني عندهم الكتب المقدسة بتقول ان في ربنا وفي حياة ابدية. قال له لا، لما يقوم واحد من الموت هيصدقوا. قال له ولا لو قام واحد من الاموات هيصدقوا. فهمتوا المعنى؟ يعني اللي بيقول لك لو ربنا ظهر لي أو حصلت معجزة هصدق، ده بيكذب. ليه؟ شعب إسرائيل كان كل يوم معجزة، في الآخر عبدوا أوثان. اليهود في زمن المسيح شافوا معجزات بلا عدد وأغلبهم صلب المسيح. فاللي بيقول لك لو المسيح ظهر دلوقتي أو عمل معجزة هصدق، هو نفسه في حياته معجزات بس مش راضي يصدق، وحواليه معجزات مش راضي يصدق. هو انتظام الدنيا دي بالشكل اللي هي فيها دي معجزة، ومع كده هو مش راضي يصدق. فما تخافوش من الإلحاد، لكن ادرسوا شوية عشان تبقوا زي ما قال الإنجيل مستعدين كل حين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. في واحد صاحبي مش عاوز يعترف، بيقول أبونا بيدي أمثلة في الاعتراف، في الوعظة من الاعتراف. هو بصوا يا جماعة، إحنا غصب عننا في الوعظة لازم نقول بلاش إدانة. لو أنا قلت يا جماعة لما واحد يجيب سيرة صاحبه ويتكلم عليه من ظهره خطية، واحد فيكم يزعل ويقول أبونا طلع سري، طب ما كل الناس دي بتقع في الإدانة وأنا جبت اسمك. هنا في ناس بتبقى حساسة بزيادة، بيتهيأ لها أنه لما أبونا يوعظ عن أي خطية وينبه الناس كأنه شاور عليه. عارفين في مصر نقول اللي على رأسه إيه؟ اللي على رأسه بطحة. لا، هو أبونا مضطر يوعظ ويعلم عن خطورة الخطايا، الكذب والزنا والشهوات والإدانة، لازم عشان عاوزين الشعب يمشي كويس. ده معناه أن أنا بفضح الناس؟ ده معناه أن كل الناس بتعاني من الخطايا دي وأن الناس كلها مدعوة للتوبة، لكن ده مش معناه أن أبونا بيكشف سر الناس، لا، لأنه لن يذكر اسم شخص ولا تفاصيل حياة معينة تركب على شخص. لا، أبونا هيكلم كلام عمومي، ولو حكى حكاية غالبا مش هتركب على شخص بعينه. زي ما المسيح كان يحكي خرج الزارع ليزرع، تقول لي مين الزارع ده؟ فلان بالذات؟ لا، مش شرط يكون فلان، دي حكاية عادية. نشكر ربنا، نشكركم على التشجيع. ينفع مسيحي يحب حد مش مسيحي؟ ده لازم، بس أنهي نوع من الحب؟ يعني لازم المسيحي يحب كل الناس، لكن إذا كنت بتتكلم عن حب الزواج، لا، هو المسيحي ما يتجوزش غير مسيحي، تعليم الإنجيل كده وكلام واضح. أي شركة بين النور والظلمة، بين المؤمن وغير المؤمن، يبقى كلام صريح،
ما فيش شركة بين شخص عنده إيمان بالمسيح وشخص لا يؤمن بالمسيح، فيش جواز ولا شركة حتى شغل. ليه؟ لأن المبادئ هنا غير هنا خالص، ولأن مش المسيح اللي هيبارك الجوازة دي، لأن عنده واحد رفضه، في طرف موجود في الموضوع رافض، فما ينفعش. لكن الحب عموما بمعنى نخدم الناس، نحترم الناس، نشجع الناس، نموت حتى عشان الناس، كل ده مقبول. لكن نتجوز كل الناس؟ لا، الجواز ده ما جمعه الله، ربنا اللي بيجمع، يبقى دي حاجة، ده شغل ربنا. ربنا هيجمع اتنين من ولاده زي ما جاب حواء آدم، هو اللي عاملهم، لكن مش هيبقى واحد رافض ربنا وبعدين يرتبط بواحد من ولاد ربنا، ده يبقى خرج عن الإيمان على طول. سؤال، ليه غير المؤمنين مش هيدخلوا السماء؟ أولا لأن المسيح خلى طريق السماء مرتبط بالإيمان، من آمن واعتمد خلص، من لا يؤمن يدان، أو هكذا أحب الله العالم حتى لا يهلك كل من يؤمن به. من يؤمن بابن الله له الحياة، من لا يؤمن بابن الله يمكس عليه غضب الله. أحكي لكم كمثل بسيط، تصوروا أن احنا هنا دي كنيسة جميلة، لكن أنا هفترض أن ده سجن، والسجن ده مقفول ومن بر محدش عارف يطلع. أم واحد من برة دخل وقال لنا يا جماعة أنا جيت أفتح لكم السجن، تعالوا ورايا صدقوني وامشوا ورايا هنطلع من السجن. إحنا مثلا 150 واحد، 50 مننا عجبهم الكلام أم قاموا ووقفوا وراء طابور وفتح السجن وطلع، فطلعوا وراه. 100 الباقيين قالوا الراجل ده بيضحك علينا، وفضلوا قاعدين مكانه. هيطلعوا من السجن ولا لا؟ مش هيطلعوا. ليه؟ لأن هم مش مصدقينه ومش راضين يمشوا وراه. المسيح جه عالمنا وقال امشوا ورايا هطلعكم من الايه؟ من الموت والفساد. أن في مؤمنين صدقوه ومسكوا فيه ومشي وراه، يبقى المؤمنين دول اللي ماسكين في المسيح وماشيين وراه هيطلعوا من السجن على السماء. طب اللي قاعدين مطرحهم بيقولوا لا بيضحك علينا، يبقى مش هيمشوا وراه، يبقى مش هيطلعوا من السجن. فهمتوا الفكرة؟ منطقي طبعا. هل ربنا هيمسك الواحد من رقبته كده يجره جر عشان يطلعه بره السجن بالعافية؟ مش ربنا. حاجة تانية، ربنا جه الدنيا يقول لنا أنا بحضر لكم ملكوت السماء، في واحد يقول له مش عاوزك ولا عاوز ملكوتك، يقول له صدقني بحبك وصدقني في ملكوت حلو ومت عشانك، سيبك من الكلام ده، خليني أعيش اليومين دول بس، مش عاوز أروح السماء. يفضل ربنا يحيله، يا حبيبي ده السماء حلو، ده أنا عاوزك معاي، ابعد عني بقى. لما واحد يفضل طول حياته يقول له ربنا ابعد عني، مش عاوزك، مش عاوز السماء، بعدين الشخص ده يموت، يخلص عمره. لو ربنا خده غصب عنه ووداه السماء اللي طول عمره بيقول له مش عاوز أروحها، يبقى ربنا ظالم. فهمتوا الفكرة؟ يعني وانت قاعد هنا بتقول حرام ما يروحش السماء، ده رأيك، لكن هو طول عمره بيقول أنا مش عاوز أروح السماء، لا عاوز السماء ولا عاوز أدخلها، يبقى ربنا ياخده غصب عنه يدخله السماء؟ يبقى هو اللي اختار الهلاك. فلما الواحد يفكر فيها يلاقيها مقنعة جدا، أنه من عدل الله ومن حب الله ما يجبرش الناس الأشرار أن هم يبقوا في السماء بالعافية. خايفة أجيب أولاد في البلاد دي؟ لا ما تخافيش، هو البلاد كلها يا جماعة فيها خطية وفيها نعمة. يعني خلي بالكم، رئيس العالم مش واخد أجازة، الشيطان رئيس الدنيا شغال في ألمانيا وشغال في مصر وشغال حلاوة في كل حتة، بس كمان ضابط الكل شغال برضه، ربنا ضابط الكل، ده مش معناه أنه واخد أجازة. ففي كل مكان في أشرار وفي أبرار، وهنا في كنائس وفي دير وفي نعمة كبيرة قوي. يبقى اللي عاوز يربي عياله في الكنيسة وفي الدير يطلعوا قديسين. فالعيب مش في البلد بس، لا العيب هيبقى فيك انت لو جبت عيال ورميتهم في الدنيا، هيطلعوا نسخة من الدنيا.
لكن لو جبت عيال وخليتهم جوه الكنيسة هيطلعوا شبه المسيح، حتى لو العالم حواليهم كان كله شر. يوسف كان في مصر في وقت كان كل الفساد في مصر، والخطية سهلة جدا. يوسف مشي كويس وفضل محافظ على نفسه، وجاب بيت جميل وجاب عيال حلوين وكل حاجة مشت حلو. في الوقت اللي يهوذا أخوه الكبير كان عايش في كنعان عند أبو يعقوب، لكن يهوذا بيزني، يهوذا الأخ الأكبر كان وقع في الزنا. يبقى يوسف الشاب الأصغر اللي في ظروف قاسية عاش ملتزم، ويهوذا الأخ الأكبر اللي عايش في كنف أبوه وفي ظروف روحية أفضل وقع في الزنا. تقدر تقول بقى كنعان أفضل ولا مصر أفضل ساعتها؟ تقدرش. المهم التركيبة الجوانية دي شكلها إيه واستعداد كل شخص. في آية بتقول أن الأرض الأخيرة يظهر جماعة بيحرموا بعض الأكل، بيفرضوا أصوام، بيستخدموها الطوائف ضد هنا. في طوائف طبعا بتكره صياماتنا يعني، ويستخدموا الآية اللي بتقول إيه، أن في آخر الأيام هيجي ناس يمنعوا عن الأكل ويمنعوا عن الجواز. أولا إحنا مش بنمنع عن الجواز، إحنا بنصلي أكاليل، وإحنا مش بنمنع عن الأكل ولا أنواع من الأكل. إحنا بننادي باللي نادى به المسيح، هو الصيام. هو الصيام ده مش في الإنجيل ولا إحنا مؤلفينه؟ عهد قديم فيه صيامات، وعهد جديد فيه كلام عن الصيام، وكنيسة الأعمال الرسول كانت كلها صيامات، فالصيام مال الإنجيل. فكون الكنيسة تعلم عيالها الصيام، يبقى ده بنحرم الأكل؟ لا، ما بنحرمش الأكل. والنهاردة أنتوا كلتوا أكل فطاري مش كده، بس في وقت تاني بنقول لكم بلاش، مش كنوع من التحريم، نوع من الصيام. في فرق كبير قوي بين التحريم والصيام. الصيام ده نوع من التسامي والتعالي. صيام المقصود بيه ما تاكلش. هتقدر تقعد ما تاكلش على طول؟ لازم تاكل. طب لو كلت كتير قوي وكل انواع الاكل، يبقى راح معنى الصيام، لان الصيام فيه نوع من الزهد او النسك او القيود. فالكنيسه اختارت انك لما تصوم تمنع نفسك شويه، وبعدين تاكل اكل خفيف خالي من الدسم الحيواني عشان تركز في الصلاه وخدمه ربنا. ادي فلسفه الصيام، ودي كلها طالعه من الانجيل، يعني مش بنعمل حاجه من بره الانجيل. الهجوم الطائفي ده يا احبائي، صدقوني لما تفكروا فيه، هو لمصلحه مين ان الكنيسه تبطل صيام؟ تخيلوا لو الكنيسة لغت الأصوام، هتقولوا هنرتاح. هنرتاح بس هنبعد عن ربنا. يبقى مين المستفيد ان احنا نبعد عن ربنا؟ مش كده؟ فكر فيها. يعني النزعة اللي ضد الصيام دي هتوصلنا لإيه لو فضلنا ماشيين وراها؟ ناكل ونشرب براحتنا، طب ما بقينا تبع الدنيا. فين القديسين اللي عمالين، طب النهاردة أنبا بشوي وأنبا كراز، ده حياتهم كلها كانت صيام. مش دول اللي احنا بنبص لهم كقدوة قديسين كبار؟ تعرفين ان انبا كراس كان اخوه امبراطور العالم؟ متخيلين العظمة؟ امبراطور العالم ده اخوه، ده شقيقه، ده عاش عيشة ما يستحملهاش اي راهب في الدنيا. قعد 57 سنة في الصحراء، ما حدش يعرف سكته، بياكل بلحة ولا 3 بلحات كل يوم، ويشرب كوز مية. هذا القديس العظيم اللي كان ممكن يبقى تحت ايديه 100 خدام، ويبقى عنده كل يوم موائد عليها كل لحوم الدنيا، مش ده احنا بنبص له كقديس يشفع فينا؟ مش ده القدوه بتاعتنا؟ يجي حد يقول لنا الصيام ملوش لازمه؟ طب ازاي احنا عايشين؟ الانبا بشوي، الراجل اللي شاف المسيح بعينيه وشاله وغسل رجليه، طب ده حياته كلها ايه؟ ده اكتر واحد كان يعلم عياله الصلاه والصوم. يبقى احنا فاهمين سكتنا صح. فلما يجي حد يشكك في الصيام ويشكك في الصلاة، صلاة بالأجبية أو صلاة القداس، هو الغرض ايه؟ بص لها كده، لما يتلغي الأجبية وتتلغي القداس ويتلغي الاعتراف ويتلغي الصيام، طب فضل ايه؟ احنا ما بقناش خالص كده بنعمل حاجة. فين اجتهدوا وفين اصهروا وفين لم تقاوموا بعد حتى الدم، وفين كل الكلام اللي قاله الإنجيل ده بقى لو احنا مشينا ورا الكلام ده؟ سؤال، بابا وماما بيتخانقوا كتير،
ربنا يهديهم وما بقوش طايقين بعض. بصوا بقى شوفوا قد ايه صعب ان طفل او شاب يكون بيعاني من والديه ان هما بيتخانقوا ويكون سوري اعقل من والديه. فعلا في شباب واطفال اعقل من والديه. مره اب وام جم حكوا لي جايبين ابنهم 6 سنين فبيقولوا لي ابننا علمنا الادب. قلت لهم مش فاهم. قالوا لي كنا بنزعق في بعض فالولد امزعق فيهم وقال لهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ هما اللي بنروح الكنيسه ليه؟ الطفل قال لهم كده 6 سنين حرام عليكم. قال لهم كده. فقالوا لي احنا لما زعق فينا احنا فوقنا لانه هو مخضوض ومنزعج لانه بيحبهم هما الاثنين فمش طايق المنظر بتزعقوا بعض ليه؟ ففوقهم يعني انتوا بتروحوا الكنيسه ليه؟ مش الكنيسه بتقول لكم حبوا بعض. فالطفل الصغير قال كلام مظبوط. قالوا لي هو ده اللي ظبطنا لان من ساعتها اتفقنا لا يمكن نزعق في بعض ابدا لان هو معاه حق احنا اللي ملناش حق مهما كان الموضوع اللي بنتكلم فيه ما كانش يستاهل العصبيه. احذروا يا احبائي الخناقات الزوجيه بتسيب جروح في نفوس الاطفال صعبه جدا بتدمر نفسيته وبتخليهم يكرهوا الجواز وبعضهم بيكره ربنا. ليه؟ لانه بيتصور ان ابوه ده شبه ربنا فبما ان ابوه قاسي يبقى بلاش ربنا احسن. بتوصل لكده. شوفوا بقى خناقه زوجيه طلعت ملحدين في الاخر او طلعت ناس منحرفه. ليه؟ لانه هو متغاظ من ابوه وامه. مره بنت بتقول لي انا مشيت في الغلط عندا في امي عشان امي ست متعبه انا قصدت اكسر قلبها عليا. شوفوا بتوصل لايه الحاجات النفسيه دي. بتنتقم من نفسها عشان تنتقم من امها. كل ده لانها ام مش مظبوطه. بدل ما تبقى حنينه على عيالها وتطول بالها على جوزها وتلم بيتها كانت ام عنيده وبتزعق طول الوقت وتضرب العيال فالبنت كرهتها لدرجه مش عارفه تاذيها قامت اذت نفسها. عشان كده التربيه المسيحيه مهمه جدا في الزمن ده. لازم نلحق نفسنا والا العيال هيتلخبطوا كلهم. نقول ترتيل عشان ناخد موضوعنا. امسك يا رب ايدي زي بطرس زمان لما قرب يغرق مسك ايدي بحنان ورفعته وسط الموج واديته السلام ورفعته وسط الموج واديته السلام وامان وانا زيه يا رب امسك ايدي كمان وانا زيه يا ربي امسك ايدي كمان الموج عليا عالي يخطف قلبي مني والريح يا رب شديدة وخايف نفسي تخني والمركب وصخور بتحطمني والمركب طالعنا وصخور بتحطمني قل يهدى وفي صدرك أحضن قل الموج يهدى صدرك أحضني ادخل يا رب سفينتي أملك حياتي تمام واطرد مني الخوف داوي
كل الآلام واسكن جوا قلبي واملأه بالسلام واسكن جوا وملأ بالسلام أحد يمشي وسط الأيام إيماني يا رب ضعيف شددني في الإيمان وإن يوم أنا سكت فيك أو أي مكان ده أنت يا رب أبويا قلبك ده أنت يا رب أبويا قلبك كل من رجعني تاني ليك أعيش طول الزمان رجعني تاني ليك أعيش طول الزمان وفي الأبدية يا ربي أتمنى أكون معك جهز لي هناك مكان علشان أكون وياه مهما كان ضعفاتي مالي يا رب سواك مالي يا رب سواك انت تستر علي تفرحني برؤيتك انت تستر علي وتفرحني برؤيتك. عاوز أفكركم إحنا موضوعنا المسيحي وتحديات المجتمع أو تحديات العالم، واتفقنا أن الواحد مش بس يخاف من الدنيا، لا ده الواحد عاوز يجيب الدنيا لربنا. فالمسيحي الحقيقي مش بيهرب من الناس والدنيا، ممكن يهرب من الشر بس، لكن هو بيقرب من الناس عشان يشدهم لربنا، وده اللي بنسميه خدمة الكرازة أو فكر الكرازة. كرازة طول عمرها وصية، يعني ربنا وصانا نكرز للعالم كله وقال أنتم ملح الأرض ونور العالم. بنعمة ربنا دلوقتي في مدرسة للكرازة في مصر اسمها سان بول سكول فور إيفانجليزم، سيدنا البابا مباركها، وفي معهد هيبتدي للكرازة. إنما احنا بنحب يبقى في فصول كرازة في كل بلد، وبنعمة ربنا يبقى في إنجلترا وفي في ألمانيا. لكن ممكن الواحد يدرس الكرازة مع نفسه، دي حاجة اسمها الأونلاين ستادي. اتفرجوا دلوقتي على الفيديو في دقيقتين كده ازاي ممكن تدخل على النت وتذاكر كرازة تتعلمها لنفسك. بس الفكرة الأفضل ان يبقى في كلاس، في فصل تحت رعاية أبونا عشان يفضل يشجع كل الناس ان هم يكملوا الدراسة. لكن في ناس درست معانا أونلاين وترسموا كهنة كمان في بلاد بعيدة للكرازة. زي ما انتوا شايفين هو احنا بندعي الناس كلها تذاكر الكرازة عشان يعرفوا رسالتهم، ازاي الواحد يبقى حاسس بالمسؤولية عن العالم. والدراسة ببساطة هتحولك الى خادم في الشارع، يعني مش خادم في الكنيسة، وده اللي المسيح كان بيعمله بنفسه، كان يقول يصنع خيرا. معلش هو البرزنتيشن كله انجلش، عشان تدخل اكتب www.sampoolservice
stpaul.com. لو عملت كده هتدخل تعمل ريجستريشن في الحتة بتاعت النيو كامر العضو الجديد سام بول سيرفيس، او لو كتبت سام بول اونلاين سيرفيس دي او دي تمشي، هتلاقي حد من مصر بيرد عليك وبيتابعك ويشرح لك هتمشي ازاي الحكاية. وفي ناس بتخلص الكورس ده مع نفسها لو هي بتذاكر بسرعة قوي في شهرين ثلاثة. هو الكورس ده بياخد على الأقل 7 شهور، لكن لو انت حبيت تدرس برتم أسرع ما فيش مانع، لأنك انت بتذاكر المحاضرة وتعمل الواجب وتبعته ويفضلوا في مصر يتابعوك لجاية ما يبعتوا لك التخرج على الانترنت برضو. فده أونلاين ستادي. إنما طبعا أنا شهوة قلبي إنه الأباء يعملوا فصول للكراس، لأن بقى وجود فصل بيقعدوا مع بعض ويعملوا الورك شوب مع بعض ويحلوا الواجب ويعملوا ريسيرش على البلد اللي هيكرزوا فيها، ده بيطلع كواليتي أفضل وخدام أقوى شوي. بس لو واحد في حتة بعيدة وعاوز يدرس مع نفسه ممكن يدرس كرازة مع نفسه. برضو في فكرة تانية كنت بحكي فيها مع قدس أبونا يوحنا وأبونا إسحاق، إن اللي منكم يجي مصر ممكن يجي يخدم معانا أطفال الصعيد في أي عدد أيام يحبها. عندنا مزرعة في الخطاطبة شغلتها إنها تجيب أطفال القرية الفقراء، هتلنا فيلم الخطاطبة يا بوم، بحيث إن الأطفال يجوا يقعدوا في مكان جميل نظيف يلعبوا ويتعلموا ألحان ياكلوا كويس. وبنحتاج شباب كتير قوي، لأنه إحنا بيبقى عندنا في الصيفية الواحدة حوالي 4000 طفل بيتخدم، 200 طفل كل 4 أيام. فطبعا معاهم لازم 200 طفل على الأقل 30 خادم، والشباب بنقبلهم من سن 13 سنة بيجوا يساعدونا ويخدموا معانا. والمكان نظيف خالص وآمن، very safe يعني، وفي طبعا ملاعب وفي حاجات حلوة. طفل القرية ده عمره ما تفسح، فبتبقى بالنسبة له دي فسحة مجانية، كل حاجة ببلاش، حتى الخادم اللي بيجي بيقعد ببلاش ويأكل ببلاش بس هيجي يشتغل. وفي شباب بيقولنا من أمريكا وأستراليا يقعدوا الصيف كله من كتر تعلقهم بالخدمة دي. طفل القرية ده لوحده مدرسة، لأنك هتشوف البساطة والبراءة والطيبة. ونفس المكان طول الشتاء بيشتغل على البنات اللي ما دخلوش مدارس. في مصر في بنات كتير اسمهم المتسربات من التعليم، والبنت اللي ما تعلمتش دي غلبانة ومظلومة جدا، فبتيجي بقى تقعد أكتر من أسبوع يعلموها قراية وكتابة ويعلموها الطبيخ ويعلموها حاجات كتير، وترجع بلدها يتابعوا معاها لغاية ما تخلص إعدادية. المكان بقى فيه مصنع جبنة وفيه بهايم وفيه زرع وفيه حاجات حلوة عشان تغطي مصاريف المشروع نفسه، لأنه احنا بنغطي احتياج آلاف الأطفال. فبقى أصبح فيه مزارعين وأصبح فيه حاجات كتير، وبصلواتكم بنعمل كذا مزرعة تانية لنفس الغرض، لأنه الطفل الفقير بالذات أكتر حد مظلوم في الدنيا، وساعات يعملوه زيه زي الحيوانات. بيجي بقى المكان ده بيتعامل باحترام، بيبقى أول مرة ينام على سرير، أول مرة يأكل أكلة محترمة، بعضهم أول مرة يلبس جزمة في رجله، فبتبقى نقلة كبيرة بالنسبة له. في طبعا سايت لنا للموضوع ده عشان هو أساسه، يعني في ناس بتيجي من أمريكا، اسمه Light for Orphans. Light for Orphans ده سايت لو دخلتوا عليه هتلاقوا بقى صور المكان وهتلاقوا ازاي تبلغ انك جاي. او في حاجة اسمها سان مارك ريتريت، stmarkretreat كلمة واحدة، برضو على الانترنت هتلاقي المشروع كله بالشرح بتاعه للي يحب يجي يخدم معانا. طبعا الكبار ليهم دور بيشتغلوا في الزرع معانا، والستات ليهم دور في المطبخ والاكل والنظافة وحاجات كتير، لكن الشباب اهم دور مع الأطفال، بيبقى ده الدور الأساسي اللي بنحتاج فيه عدد ناس كتير.